الدمى تتحدث عن بعد، هكذا تلقن بانياس أبو حرب اللغة الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل العام. أنا فكرت في مشروع التعليم عن بعد عشان أقدر أوفر دخل، وابتكرت فكرة استخدام العرائس اليد والبوبتس عشان أقدر أنافس في سوق التعليم عن بعد لأنه هو الرائج حاليا. بعد خسارتها وظيفتها معلمة في إحدى المدارس بعد الإغلاق، سارعت بانياس إلى العروض المسرحية في دروسها الخصوصية. ضربت عصفورين بحجر، استخدمت البوبتس عشان أعرف الطفل على ثقافة مسرح الدمى، وبنفس الوقت أني أعرض له المادة التعليمية بطريقة ممتعة، بطريقة جديدة، طريقة ما تخلي يمل. كانت طريقة كتير ناجحة، طريقة تفاعلية فريدة أكسبتها شعبية بين الطلاب، حيث يجدون في دروسها المتعة والتشويق، بعدما أوجدت الشابة بيئة تعليمية بمسمياتها. أنا طلعت برا غزة، طلعت برا الصندوق كله، وبدأت أروج نفسي خارج القطاع. الموضوع كان أكثر رواجا، أكثر نجاحا. هلأ عندي طلاب دوليين من التدريس بالدمى عبر الإنترنت فتح أمام الشابة بانياس آفاقا أوسع، بعدما استطاعت عروضها الممتعة جذب اهتمام الأطفال من دول مختلفة. نرحب معنا من غزة ببانياس أبو حرب، وهي معلمة لغة إنجليزية. أهلا وسهلا بك معنا بانياس. أخبرينا بداية من أين أتتك هذه الفكرة استخدام الدمى وتوظيفها لتعليم اللغة الإنجليزية؟ أهلا بيكي، وأول شيء شكرا على الاستضافة. بداية أنا بلشت الدروس الأونلاين مع الأطفال، ولأني دارسة مراحل أطفال مختلفة واحتياجاتهم التربوية واحتياجاتهم النفسية، فأنا كتير مطلعة على شو بيحتاجوا عشان أحافظ على تركيزهم لمدة أطول. فبالتالي احتجت أساليب ممتعة بحيث أنه أحصل على انتباههم خلال حصتي. استخدمت أول شيء القصص لأنه أنا ستوري تيلر، فاستخدمت القصة في عرض المادة التعليمية. تاني شغلة استخدمت البطاقات الفلاش كوردز، كانت كتير شغلات مفيدة. بعد هيك بلشت أطور من مهاراتي في أساليب التعلم عن التعليم عن بعد والتعلم عن بعد، فأخذت كورسات دولية في بعض في استخدام الأدوات الإلكترونية زي الورك شيتس التفاعلية، المواقع التفاعلية، بحيث إنه الطفل يكون قاعد على الشاشة بيلعب وبيتعلم بنفس الشيء تحت إشرافي. كان الموضوع كتير ناجح. نعم، بالفعل بعد شوي بلش الطفل أحس إنه بده، يعني بالفعل هذه الطريقة إنه دائما بيلعب مثلا على الجوال. نجحت واستقطبت عدد كبير من الطلاب في دول عربية عدة. ما أكثر التعليقات التي تصلك بانياس؟ تمام. بعد ما بلشت استخدم الدمى، التعليقات انه ليش خطرت لك او من وين هاي الفكره او لشو. دائما بحكي لهم الاطفال حاليا التكنولوجيا والشاشات مسيطره عليهم، فانا ما حبيت من خلال دروس الاونلاين انه الشاشه هي اللي تسيطر على عقل الطفل او تسيطر على مخيلته زي كل دروس الاونلاين. انا دخلت عناصر جديده للشاشة، دخلت عناصر الأطفال ما عمرهم شافوها اللي هم مسرح الدمى، لأنه الثقافة هاي شوي خلينا نقول تراجعت هذا الوقت، فبالتالي أنا دخلت هاي الثقافة واستخدمتها في عرض المادة التعليمية، فكان الإشي كتير ناجح، إحياء ثقافة وعرض مادة تعليمية بشكل ممتع. بالفعل، ما هي النصائح التي تواجهينها لطلابك للاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الدروس؟ المصاعب بلشت أتجاوزها وبلشت أتخطاها. هي
النصائح. اوكي سوري. النصائح دائما انا بحكي انه اللغه بدها حب، بدها شغف، فبالتالي انا اول شيء ببني علاقه مع طلابي عشان يحبوني فيحبوا اللغه. ثاني شغله، اللغه بدها ممارسه، فدائما اكثر وقت يعني the more you practice the more you gain، فدائما خليكم ممارسة مستمرة علشان تقدروا تحصلوا اللغة اللي انتوا بتطمحوا إلها. ونفس الرسالة للأهالي، إنه أطفالكم غرس، شو نعم ما حطيتوا فيها فيهم أو شو ما غرستوا فيهم حيطلعوا لكم. بالفعل يعني حبوك الأطفال ونحن حبيناك. شكرا جزيلا لك بنياس أبو حرب من غزة، معلمة لغة إنجليزية.